وهنبدأ أخبارنا النهاردة بالرئيس عبد الفتاح السيسي اللي عقد اجتماع مع لجنة تطوير منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية بحضور المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وأيضا وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال إن الرئيس وجه بمواصلة عملية التطوير الشامل لمنطقة المنتزه ودراسة السبل المثلى لتعظيم الاستفادة منها كمقصد سياحي بالمقام الأول ولتصبح همزة وصل مع مختلف المدن الرئيسية بحوض البحر المتوسط. وقدمت وزيرة السياحة عرض تفصيلي للإطار الاستراتيجي للمخطط العام لتطوير وحماية المنطقة واللي بيهدف إلى إعادة صياغة منطقة المنتزه لتضاهي كبرى المتنزهات العالمية. الرئيس وجه كمان بتحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية بتهدف إلى رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة. أما اللقاء الثاني للرئيس السيسي فكان مع فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وده لاستعراض سبل مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونزوح اللاجئين. معانا الأستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحة الأسبق. مساء الخير وأهلا بيك يا أستاذ وليد. سهلا أهلا وسهلا. شايف إزاي اهتمام الرئيس بمنظومة السياحة وتركيزه عليها يا أستاذ وليد؟ شوفي حضرتك، خلينا نكون واضحين، الأعداد السياحية والليالي السياحية في مصر زادت وكانت ملحوظة كويس قوي في وقت يعني الأعياد الكريسماس ورأس السنة، وإن شاء الله مفروض إن 2019 الأعداد تزيد أكتر كمان بإذن الله. الكلام ده ما بيجيش لا بالصدفة ولا بالحب وبالمودة، الكلام ده بيجي بالشغل، شغل كل أجهزة الدولة بتشتغل مع بعض. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بنطالب بيها دلوقتي يمكن أكتر إن كل قطاعات السياحة، كل العاملين في قطاعات السياحة بدون تجاهل لأي زي ما بيقولوا أي جزئية فيها. يعني كل من له يد في السياحة، كل الناس لازم تقعد على على ترابيزه او على يعني ترابيزه دائره مستديره، يقعدوا معاهم مع بعض كلهم عشان يعرضوا كل المشاكل مع بعض، انما عشان نقعد مع الفنادق او نقعد مع الشركات او نقعد مع، لازم النقل يكون موجود، لازم المزارات تكون موجوده، لازم المرشدين يكونوا موجودين، لازم كل الناس تقعد عشان نوصل بكل النتائج الممكنه كويس. احنا الحمد لله في تقدم، يمكن حصل حاجة أو حاجتين في الفترة البسيطة اللي فاتت دي عكرت الصف حاجة بسيطة، ولكن الحمد لله ما زلنا واقفين على رجلينا. مجهودات الأمن والدعاية اللي بتتعمل في مصر بره، في حاجات كتيرة جدا معانا، يعني زي مثلا فوز مصر بتنظيم بطولة أفريقيا. ناس كتيرة جدا بتشوف انه الحدث ده في افريقيا، لا، الحدث ده عودة مصر الى موقعها في الريادة في افريقيا. وان شاء الله انا سامع كان عندكم امبارح او اول امبارح كان في برنامج عندكم في منتهى الروعة امبارح على القناة، على القناة عندكم، بصراحة كان رائع، انا سمعته كله، كان معانا هنا في المواجهة وكنا بنتكلم عن ملف السياحة فعلا وقطاع السياحة. انا سمعت كلام عن الاي دي كارد، فان بتاع الفان، صحيح، والكراسي. شفت حضرتك عشان تعرفي ان انا الحمد لله كمان بتابع الحاجه حتى أيوه. ده يشرفنا يا استاذ وليد. طيب انا متابع جدا لان انتوا بتحطي ايدك على الموضوع الحقيقي، ازاي نقدر نصلح، مش بنعمل برنامج، انت شريك يعني، حتى حضرتك برنامجك والقناه بتاعتك والاعلام من جنرال شريك معانا كمان طبعا التوعية، ده اكيد، وده دورنا وواجبنا يا استاذ وليد. يعني انا بشكرك طبعا ان حياتك متابع معانا ويهمنا دايما نسمع اراء المتخصصين في كل المجالات، شكرا لحضرتك. طيب الرئيس وجه كمان بتطوير منطقه المنتزه حتى تعود مره اخرى كمنطقه جاذبه وجاذبه سياحيا كمان يا استاذ وليد، شايف ازاي اهتمام الرئيس، يعني هو بيهتم حتى بمنطقه منطقه كمان، شايف ده اهميته ازاي في الوقت الحالي، الى اي مدى احنا فعلا محتاجين لده؟ انا ارى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى الى الاضافات دايما. يعني انت عندك سياحه
ثقافية في الهرم وفي المتحف وفيه وفيه، مفيش مانع نضيف حاجة كمان، مفيش مانع ان احنا نضيف سياحة جديدة من نوعية جديدة اللي هي سياحة القصور، ان هي سياحة الشياكة المصرية. انت حاجة تخشي قصر المنتزه من 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 بره خالص وتمشي في الجناين، الناس بتقول ايه ايه العظمة اللي البلد دي كانت فيها في يوم من الايام، ايه الشياكة دي، الزرع، النخل، لما بقى نهتم بقى ونعمل كافيهات محترمة وتبقى افيلبل، مش لازم دايما نخلي ان السائح جاي ياكل، يعني لازم نبعد عن فكرة الاكل. ليه ما نعملش اماكن الناس ممكن تقعد فيها تشرب قهوة، تشرب شاي، تاكل حاجة بسيطة. ليه ما نعملش يعني ممشى، مش لازم الناس لما تروح خان الخليلي مثلا انها تتغدى او تتعشى، لا، ممكن يقعد على قهوة وياخد بسكوتة، ياخد يشرب قهوة، يسمع مزيكا. احنا عاوزين نزود متهيألي كل ده مراعى يعني في المدن الجديدة يعني اللي موجودة دلوقتي، سواء كان العاصمة الإدارية، العالمين الجديدة، يعني في اهتمام بالموضوع ده. بس أنا كمان يا ريت نهتم بحاجة، إنه زي ما عملنا دعاية للعاصمة الإدارية الجديدة والدنيا كلها سمعت إن إحنا فتحنا أكبر كاتدرائية وأكبر مسجد، كمان لازم نسهل إن السياح، لأن أنا السياح اللي معايا، أنا حقيقة أنا قاعد بتعشى معاهم دلوقتي، كانوا عاوزين يروحوا العاصمة الإدارية. طالبين عاوزين يروحوا العاصمة الإدارية، خلاص ما هم سمعوا عنها وشافوا، فإحنا كمان لازم نبقى مستعدين لما نعرض حاجة نعرضها للناس كمان تروح، نبدأ نعمل دعاية لنفسنا والسايح عندي. شوفي حاجة، أنا بس عاوز أقول حاجة مهمة جدا، كلام سيادة الرئيس بإضافة أماكن، المشكلة في الرئيس ده إنه بيذاكر كويس أوي 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 وبيسبق الناس كلها بخطوات، وبيبقى عنده لما بيقعد وبيناقش ما بيبقاش بيتشكي له حاجه هو مش عارفها، لا، هو بقى فاهم كويس قوي الموضوع من اوله لاخره. طب الرئيس لما طالب يا استاذ وليد بتنميه سياحيه مستدامه، ايه المقصود بهذا المصطلح او هذا التعبير؟ يعني ما يبقاش عندنا، ده في التفسير الشخصي، ان ما يبقاش عندنا سياحه موسميه لفترات، انا بتهيالي انها تبقى على مدار السنه، لو انا فهمي صح للموضوع، انها تبقى مستدامه، انه بيستفيد منها المصريين، بيستفيد منها الاجانب، بيستفيد منها الاخوه العرب، بيستفيد منها الافارقه، لان احنا في مفاجاه هتتقدم لعلم حضرتك بعد الحلقه بتاعت امبارح، البطوله الافريقيه والتخطيط ليها وازاي نقدر نفتح اسواق، والاسواق دي بعد ما تنتهي البطوله الافريقيه تفضل بقى برضه مستديمه معانا في مصر. نعمل ده ازاي؟ يعني كخبير سياحي شايف ده ممكن يتم ازاي ونستفيد منه من هذا الحدث المهم؟ شوفي حضرتك، اذا كل واحد اشتغل بامانه، بامانه، ودي مشكله كبيره جدا، ان احنا نشتغل كمهنه وعلم ومش فهلوه، عمرها ما كانت فهلوه صدقيني. كل شيء بالعلم لازم يمشي صح، والسائح لازم ياخد حقه. وبعدين احنا دلوقتي عندنا فرصه، احنا بنقول دايما انه في قوة خارجية بتحاول تحبط مننا وتشتغل ضدنا، طب انا عندي فرصة دلوقتي ربنا منحها لي، ان انا عندي سايح موجود تحت ايدي هنا في مصر، كل سايح بيمشي من مصر بتجربة رائعة خلاص بيجيب لنا ناس. انا قاعد حضرتك، انا معايا السياح اللي معايا، على فكرة هم شاب وشابة، هم عريس وعروسة تزوجوا يوم 29، وعشان كان جدولهم غير متوافق مع جدولي انا، فهم راحوا سافروا بلد تانية، في يعني وصلوا من امريكا لبلد في اوروبا، وجم مصر على يوم 5 يناير وظبطوا نفسهم معايا، عشان كده بقول لحضرتك هم عرفوا بموضوع الكاتدرائيه وموضوع المسجد والكلام ده كله. الناس دي جايه بناء على ناس كانت هنا قبل كده قضت رحله العمر، هم دلوقتي قاعدين بيقول لك احنا دي رحله العمر. بدأوا، عارفه بيعملوا ايه دلوقتي؟ قاعد معايا صاحب شركه سياحه بيتفقوا معاه على الرحله بتاعه ديسمبر 2019 باذن الله. هايل. وهيجيبوا ناس اصحابهم. احنا بنتكلم في ازاي نزود الزياده متتاليه، يعني الدعايه السياحيه المباشره، وان كل واحد زي ما حضرتك بتقول يعمل دوره بضمير، يعني ده شيء مهم. انا بحول السايح الى مكتب تنشيط سياحه. صحيح. سايح نفسه. هو اللي بيدعو لي السياح، هو اللي خلاص يعتبر البلد. ويا ريت الكل يعمل كده يا استاذ وليد، انا بشكرك شكرا جزيلا، الخبير السياحي طبعا مستشار وزير السياحه السابق الاستاذ وليد البطوطي، شكرا جزيلا لحضرتك.